بعد سلسلة الهجمات الأمريكية على الأراضي العراقية التي استهدفت مواقع للقوات الأمنية والهجمة الأخيرة التي استهدفت أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، بدأ الشارع العراقي يتهجس خطر حرب أمريكية إيرانية على الأراضي العراقية. هذه الحرب لو اندلعت فستكون وخيمة العواقب على العراق وشعبه الرافض لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية على أرض العراق وسمائه. طبعا الظرف اللي يمر به البلد حاليا هو صراع قائم بين إيران وأمريكا. طبعا احنا كمتظاهرين في ساحة التحرير نرفض هاي الأدلجة على انه نكون احنا الضحية. انا نرفض الحرب بين أمريكا وإيران تصير بالعراق. مريض كل ما يريد يتعارك يروح بدولته يصف حساباته يصف اللي عنده والما عنده بدولته، احنا ما لنا شغله. يجي بشرفك يجي يتعارك هنا امريكا وايران، شنو احنا بالموضوع؟ لم يكن الرفض وحده ما يطالب به الشارع العراقي، انما طالب ايضا باخراج القوات الاجنبيه كافه من الاراضي العراقيه. هذه القوات التي وصفوها بمنتهكة للسيادة العراقية باعتداءاتها المتكررة على أراضي البلاد، فبغض النظر عن الجهات المستهدفة فالأرض والسماء داخل الحدود العراقية، وأي تحرك إيراني أو أمريكي فإنه يعتبر انتهاكا لسيادة البلاد. اللي صار هذا طبعا خارق للسيادة العراقية، أيا كان الشخص المستهدف سواء كان عراقي أو غير عراقي فهو خارق للسيادة العراقية. هذه المخاوف التي ظهرت على جباه المواطنين ما هي إلا نتيجة تراكمات الحروب والخوف من تكرارها، فما مرت حرب على العراق إلا وأهلكت بناه التحتية وأضعفته. فكان الموقف العراقي هو الرفض القاطع لهذه التهديدات التي تمس أمن وسلامة العراق. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.